أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم فعل بعض النساء من التجمل بوضع المكياج في الوجه للتجمل لا لتغيير الوجه؟ الأصباغ والمساحيق التي تتجمل بها المرأة لا بأس بذلك، لكن كونها تدلس على الناس إنها مثلا كبيرة السن وتعمل أشياء تجعل وجهها كأنها شابة، هذا هو اللي محرم، لأنه فيه تدليس وغش. نعم.